ان الاسعار مع زي كان اختلف من كان من اول الطين اللي كانوا من اول ب 50 دحين ب 80 وب 100 وب 120 اما التيوس حتى التيوس البربري على مستوى التيوس البربري من 90 من 85 تيوس البربري الذي كانوا ب 30 ب 50 هذا الاسعار هذه موجوده دحين في الطبيعي حتى طبعا اليوم من مليون من 800 الإقبال من المواطنين كان السنة الأولى بسرعة، هذه السنة يعني خفيف سمع يعني 20% من كل سنة إقبال المواطنين، والأسعار ارتفع فيها 50% من السعر السنة اللي سارت. خلاص